تحايا كبرى لكم جميعا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير. في هذه الحلقة ستناول موضوع في الواقع الآن فرضته هذه الجائحة وهذا الفيروس اللعين، وهو موضوع جواز سفر اللقاح. في البعض يطلق عليه جواز اللقاح اختصارا، ولكن قبل ذلك أود أن أشير إلى مسألة إيجابية. هذه المسألة الإيجابية تكمن في الأرقام التي تعلنها منظمة الصحة العالمية بشكل ليس فقط يومي، في بعض الأحيان حتى على مدار الساعة. الآن وصل عدد المصابين الذين أصيبوا في العالم ككل من بهذا الفيروس اللعين إلى حوالي 113 مليون شخص حول العالم. هذه فقط الإصابة، ولكن ما من المؤشرات الإيجابية أن حوالي 88 مليون من هؤلاء المصابين قد تم علاجهم. للأسف الوفيات الآن تقترب من مليون ونصف المليون. عموما الأرقام في تراجع حتى في تلك الدول التي تصنف في أعلى القائمة، 6 دول أو 7 دول في أعلى القائمة، تبدأ بالولايات المتحدة، بالهند، بالبرازيل، بروسيا، ببعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، مثل بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا. هذه الأرقام الآن في تراجع، لماذا؟ حسب أيضا منظمة الصحة العالمية، ضعف في الفيروس نفسه، هذه من جهة. من جهة أخرى، وهذا هو المهم، أنه تزايد أعداد الذين يتلقون اللقاحات، وأصبحت نسبة مقاومة هذا الفيروس أو على الأقل الوقاية منه في بعض اللقاحات وصلت إلى 90%، وهذه نسبة من الأهمية بمكان. الآن نعود إلى الموضوع الذي أشفت إليه، وهو موضوع جواز اللقاح. لماذا جواز اللقاح؟ لأنه في كل الأحوال لا يمكن، الآن نحن من ديسمبر تقريبا 2019 إلى الآن نحن في فبراير 2021، العالم يعيش شبه إغلاق، السفر يكاد يكون الآن في أبطأ مستوياته. لنأخذ المغرب على سبيل المثال، الآن مؤخرا أصبحت هناك 11 دولة منع إليها السفر، سواء كان من المغرب إلى تلك الدول أو من تلك الدول إلى المغرب، للحد من هذه الفيروسات المتحورة كما أطلق عليها. إذا موضوع السفر، العالم لا يمكن أن يغلق نفسه، أو الدول لا يمكن أن تغلق نفسها وتنكفي داخل حدودها، يستحيل. الاقتصاد يقول أن ذلك مستحيل. بعض المعطيات حتى بما في ذلك مسألة مكافحة الأوبئة والأمراض وما إلى ذلك تقول بأنه يستحيل أن تنكفي الدول على بعضها داخل حدودها. وبالتالي تم التفكير في موضوع جواز اللقاح. الآن بعض الدول بدأت، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، تطبق هذا الموضوع، أي التقيد بموضوع جواز سفر اللقاح. ما هو هذا الجواز؟ هناك بعض اللقاحات، ولكن قليلة بطبيعة الحال، تعطى لمرة واحدة، والآن بدأت تعطي نتائج إيجابية، ولكن في الغالب معظم اللقاحات من جميع مصادرها تعطى لمرتين. في الغالب الفرق ما بين اللقاح، يعني الحقنة الأولى للقاح والحقنة الثانية، في حدود 4 أسابيع كما هو الشأن في المغرب. بعد الحقنة الثانية يمنح الذين تلقوا التلقيح شهادة. هذه الشهادة في بعض الأحيان هي شهادة، على سبيل المثال في المغرب تبين، يعني وثيقة، بمعنى شهادة تلقي اللقاح، وهي وثيقة تبين بأن الشخص
تلقى اللقاح في أي تاريخ وفي أي في أي جميع التفاصيل بما في ذلك حتى نوع اللقاح الذي تلقاه والمدة الزمنية التي كانت بين الحقنة الأولى والحقنة الثانية للقاح. هذا الجواز بين مزوجتين يخول لحامله الانتقال من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى أن يبقى في الحجر الصحي سواء كان في بلد المغادرة أو في بلد الوصول. في بعض الأحيان بعض الدول تفرض حجر صحي لمدة 14 يوما وبالتالي وفي بعض الدول تفرض قبل المغادرة 48 ساعة إلى 72 ساعة في بعض الأحيان حتى يستطيع أي شخص أن يغادر المكان الذي فيه متجها إلى مكان آخر أي الدولة التي فيها إلى دولة أخرى. نتحدث بطبيعة الحال عن عبور الحدود سواء كان جوا أو بحرا أو برا. هذا الأمر في الواقع ليس جديد، يعني بعض الناس الآن يعتقدون بأن هذا جاء مع هذه الجائحة. في وقت سابق في زمن مضى كانت هناك أيضا جوازات حتى وإن لم يطلق عليها صفة جواز تمهد وتسهل في الواقع الانتقال من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال في وقت من الأوقات كان موضوع الحمى الصفراء، الملاريا، الأمراض المستوطنة مثل الدسنتاريا مثل البلهارسيا كانت تتطلب من أي شخص الانتقال من مكان إلى آخر أن يكون لديه تطعيم ضد هذه الأمراض. حتى هنا في يعني في المغرب كان ذلك وما يزال كان جاري به العمل عندما يتوجه الناس إلى دول في خاصة في جنوب الصحراء كان لابد من أخذ تطعيم ضد على سبيل المثال الكوليرا وأيضا الملاريا. إذن الأمر ليس جديدا ولكن بما أنه ارتبط بهذا الزخم السلبي للأسف والانشغال الكامل بموضوع اللقاح ففي بعض الجهات تعتقد بأنه سيخلق تمييزا من أنواع التمييز التي يعني بشكل أو بآخر العالم خاصة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تقف ضد هذه المسألة. لماذا ممكن أن يحدث تمييز؟ لنأخذ على سبيل المثال الدول الأفريقية. ما تزال الدول الأفريقية عدد كبير جدا من هذه الدول لم تصله بعض موجة اللقاحات المضادة أو التي تقي من هذا الفيروس وبالتالي من أين لهم أن يحملوا جوازا يبين بأنهم تلقوا لقاحا وأصلا اللقاح لم يصل بعد إلى تلك الدول أو تلك المناطق. الآن هناك توجه بأن تزود بعض الدول الأوروبية بعض دول القارة الإفريقية مجانا باللقاح أكثر من ذلك. وكما سمعنا من مسؤولة أوروبية في الاتحاد الأوروبي أنه هناك تفكير في أن يكون المغرب هو الدولة التي يمكن فيها تصنيع أنواع من اللقاحات التي ستصدر إلى الدول الإفريقية وبالتالي يبدو بأن الأمور الآن تتجه اتجاها إيجابيا. أنا عادة في هذا الموضوع دائما أقرأ الأمور قراءة إيجابية لأنه أعتقد أن هناك تهويلا كبيرا خاصة في أنا لا أقول فيك نيوز، لا أقول أخبار زائفة أو أقول بأن أخبار مضللة ولكن هناك تهويل كثير جدا عن طريق وسائل الإعلام وهذا التهويل مسألة طبيعية. الناس تعيش في هلع في خوف في قلق من هذا الوباء. هذا هو ما يقصد به من الجواز اللقاح. بمعنى آخر أن المسألة ليست جديدة حتى تصار حولها ضجة كأنه ستغلق الحدود بين الدول بسبب هذا الجواز. بالعكس أنا أعتقد حتى هناك تفكير بأنه الأشخاص الذين يحملون أجسام
مضادة، يعني في داخل بيولوجيا ممكن أن تكون مضادة لهذا الفيروس، سيمنحون هذا الجواز. وفي ظني بأن هذا بالعكس سيسهل الانتقال ولن يصعب الانتقال. هذا ما أعتقد، وشكرا جزيلا لكم.